تكلاه شامخة يعتصم بها النبل البشري. الكلمة بالكلمة تنكشف الأمة، الكلمة نور ودليل تتبعه الأمة. يعود نادي عشتار الثقافي أمسيته مستذكرا بعودته الراحل موسوعة العلم والأدب الدكتور عبد الرضا عوض، أحد مؤرخي مدينة الحلة بل من أهم مؤرخيها وكتابها. نادي عشتار الثقافي هو من باب الوفاء أولا لكل الأدباء والمثقفين الذين هم أعطوا وقدموا الثقافة بشكل حقيقي، إضافة لأنه لابد من أنه يكون الاستذكار ليس استذكارا رمزيا وبالكلام فقط، وإنما لابد من التركيز على عطاءات هؤلاء الأدباء والتركيز على ما قدموا وما تركوا وتحفيز الآخرين على القراءة، قراءة هذا العطاء الدائم. سعى الراحل ومجموعة من مثقفي الحلة إلى تأسيس مهرجان تمصير الحلة وملتقى العشرة كراسي الثقافي وتأسيس مركز تراث الحلة بدعم العتبة العباسية ومركز العلامة الحلي بدعم العتبة الحسينية والكثير الكثير من المجالس الثقافية الأدبية رغم كل التحديات والصعاب التي واجهته من جهات عدة. تحدث عن كل صغيرة وكبيرة في الحلة، عن شخصياتها، عن أعلامها، عن تاريخها، عن الحوزة العلمية، عن غرفة التجارة، عن أطبائها، لم يترك موضوع لم يتحدث. أنا كتب عن المدحتية، كتب عن الشوملي، وكان يعني يتهيأ لكتابة كثير من المواضيع التي لم يدخلها غيره ولم يأخذها غيره. كان موسوعة حلية، يحب الحلة كثيرا، يتكلم عن شبابها، عن شيابها، عن مؤرخيها، عن أعلامها. نفتقد وجود العلمي والإنساني للدكتور عبد الرضا عوض الحلي، لأنه يعد من القلائل الذين كتبوا للحلة وعشق الحلة من منظار علمي وليس عاطفي فقط وتاريخي. أسس مجلة الفرات للحلة ولكل قصباته، وكذلك ظل يبحث، يسافر بين هنا وهناك من أجل أن يلتقط الموضوعات التي تتعلق بمرتبط بالمفردات، وعلى قول أهل الفقه النكت في المفردات القديمة للحلة، ولذلك لم يفته بابا من الأبواب التي تتعلق بتاريخ وحضارة هذه المدينة. استذكر الحاضرون شخصية الراحل والأثر الكبير الذي تركه بعد رحيله، كما تضمنت الأمسية توزيع كتب مطبوعة تتحدث عن الراحل وجزء يسير من حياته ومسيرته الفكرية. الحلة أنجبت وتنجب، ولكن مثل هذه الشخصية الحقيقة قل أن نجد مثلها رحمه الله. كان شعاره آنذاك أن على الإنسان أن يعرف من كل شيء شيء ومن شيء واحد كل شيء. هو ضرب هذه القاعدة، كان يقول لي على طول على الإنسان أن يعرف من كل شيء كل شيء. جالس ثقافية ومنتديات فكرية أسس لها الراحل واجتهد في أن تستمر وحتى بعد مماته، وهذا ما قام عليه أصحابه وشركائه في المسيرة الفكرية لينام قرير العين بعد أن ترك الحلة وبابل أمانة بين عيون مفكريها. لبرنامج صباح الخير يا عراق، أزهار السلطاني، بابل.